عاش من شافك يابا. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ وحشني. انت كويس يا اخويا؟ الحمد لله. بس وانا قاعده بعمل محشي قلبي وجعني، قلت اكيد جرى لك حاجه، سبت المحشي وجيت عشان اطمن عليك. سبت المحشي؟ سبحان الله، من يومكم انتوا الاثنين توأم شق جوز، تبقى انت ماشي في الشارع تشكك شوكه في صباعك، هي في البيت عندنا تتوجع. ايه اللي جابك يا فاتن؟ ساتر يا رب. وازاي تخرجي من البيت من غير اذن؟ طب قول ازيك يا عمي. ازيك يا عمي؟ ان شاء الله ما نشوف زيك يا اصفر. يا دسلك من جواك كده، بوس ايد عمك. ما ببوسش ايدين. عندك حق، بوس الايدين بس مخصوص لولي نعمتك شداد. انت يا زفت يا دياب. ايوه يا سيدي. يا سيدي يا سيدي وسيدي المعلمين كلهم. هي الدنيا كده، اللي يجيبه العالي مجبور يستحمله الواطي. واطي واطي، بس في ظل الكبير، الكبير قوي اللي واقف حال الكل. وانا صغير والله كنت فاكر الصفار في البيت بس، انما لما كبرت لقيته في في البني ادمين بقى. انت بتضحكي؟ طب اسبقيني يلا على البيت عشان ابقى اشوف خروجك من البيت من غير اذني. شوف بعدين. من الاذن انا؟ الاذن ايه؟ لسه يدري يا رب. لو الاصفر ده كتر معاكي في الكلام وضلمه البطن اللي شالتنا احنا الاثنين، لعلقه على نصيط الحاره. طول ما احسكوا في الدنيا ولا يعرف يعمل معايا حاجه. المهم بس يسيبك منه وخلينا في ابوك. عامل ايه يا ابوك؟